البنات السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير وسلامه. غادي ندير معكم اليوم ان شاء الله الفقاس بلدي. المهم انا غادي نبدا ندير في المقادير ونقول لكم في نفس الوقت. بسم الله. 8 البيضات، 1 دايره الشيشه ديال الملح في القصريه، ضروري شويه ديال الملح على بودا باش كتواتي لينا الذوق. وغادي ندير زلافه ديال السنيده، هاد الزلافه كتهز 250 غرام ياك. وعندي هنا صاشيه ديال زهره البرتقال ديال الزهر، وعندي جوج فاني. هادشي غادي نخدمو مزيان مزيان مزيان. كل ما تخدم هذا مزيان كل ما تيجي الفقاس مزيان وكيجي مقرمش. دابا بعد ما خدمت هاد البيض والسكر مزيان، نفس الزلافه غادي ندير بها الزيت. غنعبر بها زلافه الزيت. عندي اللوز كاس ديال العنب، عابر مزيان. انا ما كنفسكو ما والو، نيشان مصفغر بشي زيت صافي وكنديرو. وعندي جوج معاك ما بين نافع وحبه حلاوه. وعندي ثلاثه د المعالق كبار ديال الزنجلان محمر، ضروري تحمروه باش كيجي زوين، كيجي فيه واحد المذاق زوين. ونفس الشيء ثاني عاوتاني نخدموه مزيان. كل ما تخدمات مزيان كل ما تيجي الفقاس مزيان. صافي دابا ملي خدمته غندير الطحين. عندي هنا كيلو و 300 غرام، انا غادي ندير وغنشوف شحال غادي ينزل ليا. بسم الله، راه مغرب له من قبل. وعندي جوج خمارات حمرين. من الاحسن الحلوه ما تدلكش باش ما تجيناش كتجبد العجينه. صافي نبقى تنجمعها مزيان ان شاء الله ونرجع معكم باذن الله. ها هي العجينه بعد ما جمعتها تجي بحال هكا رطبه رطبه، ما تكونش كتلصق في اليد وما تكونش قاسحه بزاف. غادي نقسمها. المهم هذيك كيلو و 300 غرام شاطت ليا منها 120 غرام، يعني بالعبار ديال الكاس شاط ليا كاس ديال العنبه. بعدا واحد السيده قبيله كليانة ديالي ومتتبعة ديالي عيطات عليا قبيله في التليفون، قالت لي قولي لي العبار انا راه بغيت نصيد الحرشات ولكن راني ما عرفتش انا العبار شحال. 400 غرام فيها 400 غرام، 4 ديال الكيسان، يعني غادي ديري ثلاثه الكيسان عامرين مزيان، الاخر يكون تقريبا واحد ونص. المهم كنت كنهضر على السيده ونسيت راسي، كنبقاو نحطو هكا باش ما يجيناش الفقاس من الداخل فيه الخويات، ما يجيناش خاوي من الوسط. غندير هكا نخبطو باش ما يجينيش خاوي من الداخل. صافي غندير ليها هكايا كلو ان شاء الله، ونديرو في الطاوة ونرجع معاك باذن الله. صافي بعد ما كملتو انا دايره هنا الكاكاو والحليب، ما كنديرش انا البيض من الفوق، اللي بغى يدير البيض يدير. المهم انا كندير الحليب وكاكاو ولا الماء، حتى الماء ما كاينش مشكل. صافي ندهنو مزيان. غير جربوها البنات والله الا تيجي ناجح وفن من اول مره ينجح. المره الاولى غير شويه ديال الزعامه صافي. بالنسبه للبنات اللي بغاو يخدموا به ان شاء الله غادي نقول لكم الثمن ديال الكيلو عبار وديال العجينه. بالنسبه لهاد القياس راه كيعطي 2 كيلو نيشان ديال الفقاس، 2 كيلو عبار نيشان هاد المقادير. صافي انا كملت غادي نجيب واحد الفرشيطه وندير هكا الفران. انا مازال ما شعلتوش، كندخلو الفران يكون بارد، ندخلو عاد نشعل الفران ونخليه شميعه شمعة يكون
مزيان صافي. نخليو يسيو ما نسيبش نفرم الكرنب غير واحد نص ساعه واحد يسيو واحد نخليه يسيو باش يجي في الكاس مزيان وما يتشققش يجي طبق بس ان شاء الله ماشي ماشي صافي. دابا غادي ندخلو الفران حتى يطيب ان شاء الله ونوريه لكم باذن الله. البنات هو الفقاس بعد ما طاب هو يلاه خرجتو راه باقي سخون كيجي محمر شويه من تحت ولكن راه طيب كيجي بحال هكا ما كيتشقق ما حتى شي حاجه كيجي مزيان. انا ما كندير لا زيفاز لا والو انا ديريكت غادي نلويه في منديل ونخشيه في واحد البلاستيكه بما عندي الوقت ما غادي نقطعو ان شاء الله حتى الغدا في الصباح. دابا راه الليل غادي نديرو في بلاستيكه ومنديل وغادي نخليه حتى الغدا ان شاء الله عاد باش غادي نقطعو. صافي هو الميتو في منديل في بلاستيكه غنسدها عليه صافي بحال هكا غادي نخليه حتى الصباح ان شاء الله. انا مثلا ما عنديش لي منديل فازق نديرو في منديل ناشف وفي بلاستيكه تيعرف هاهي راه باقي سخون. صافي ان شاء الله تنبغي نقطعو ونتلاقاو باذن الله. البنات ها هو الفقاس بعد ما بات ليله كامله. صباح الخير بعدا صبحوا تربحوا ان شاء الله. انا غادي نبدا دابا نقطعو يكون موس ماضي مزيان. هذا الموس انا ما كندير به حتى شي حاجه من غير الفقاس. بسم الله هبطه وحده من الاحسن باش ما تبارك الله راه مزيان ان شاء الله غير جربوا غينجح معكم راه ما كيتهرس ما حتى شي حاجه. من الاحسن ما تبقاوش تفزقوا هذا اللوز ملي كيفزق راه ما كيجيش مقرمش ملي كيطيب الفقاس كيبقى فازق. ما عرفت كيفاش غادي نعبر لكم. المهم انا ما كنفزقوش كيجيني مزيان. مزيان ما تيتهرس ما حتى شي حاجه غير تبعوا المراحل ان شاء الله وغادي يجيكم مزيان باذن الله. صافي انا غادي نبقى مستمره نقطعو ان شاء الله كامل وغادي نسحبو في اللاطا وندخلو الفران يتحمر. الفران يكون سخون مزيان شاعل من الفوق ومن التحت يكون مهيل باش يتحمر من الفوق ومن التحت يجي مقرمل ويجي مزيان. البنات ها هو الفقاس بعد ما تحمر ها هو راه كيجي زوين محمر مزيان ما كيتهرس ما حتى شي حاجه غير تبعوا المراحل وان شاء الله غادي تنجحوا فيه. كنتمنى يا ربي الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم ما تنساونيش من الدعم ديالكم الله يعطيكم الصحه. بالنسبه ل نسيت ما قلت لكم غنقول لكم الثمن ونسيت. المهم بالنسبه لهاد القوام اللي درت انا كيلو عبار 80 درهم كيلو عبار. بالنسبه للعجنه 120 درهم هذا راه 2 كيلو نيشان 2 كيلو ديال الفقاس كتعطي هاد العجنه 2 كيلو ديال الفقاس. ونتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله.